نسيم اللي ماري على الشجر مقابلي عن أهلي حكالي عن بيتي حكالي عن جار الطفولة حكاية طويلة حلفتك تجي تلعب عندي بالدار يا نسيم اللي ماري عأرض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بالدار خبرني كان بعده بيذكرني في بلدي وعالسهرة نطرني خير نرمين. صباح الخير سالي، يسعد صباحكم مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم بتتابعونا. شهدت المحافظات السورية كثافة كتير كبيرة من العالم خلال أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب كل أيامكم فرح وخير وسعادة، وهذا دليل عودة الأمن والأمان لسوريا. إن شاء الله يا رب كل شبر بسوريا بتعافى. بدنا نرحب فيكم بالبداية، وبدنا نقولكم أنه كل يوم عم نكون من مطعم بلقيس خلال أيام عيد الأضحى المبارك. اليوم كان آخر يوم لنا نرمين. صحيح، آخر يوم، آخر يوم، فحنكون معكم اليوم. نشكر إدارة مطعم بلقيس، فقرات عديدة ومتنوعة حنكون بصباحنا اليوم. بدي أرجع صباح على نرمين. يسعد صباحك نرمين. يسعد صباحك سالي، كيفك اليوم؟ تمام. كيف كانت هالعطلة؟ ما في عطلة، ما في عطلة، ما منعطل، نحن منضل على الهواء. بصبح عليك عن جديد ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. يا صباح الطاقة، يا صباح الإيجابية. مثل ما قالت سالي، أيام مباركة عم نعيشها وأجواء حلوة خلال فصل الصيف، وكانت عطلة طويلة عنا بسوريا لمدة أسبوع، يعني بلشوا العالم يرجعوا. ضيوفنا من مجالات مختلفة ومواضيع متنوعة، رح نضوي اليوم بأولى فقراتنا اليوم على الأشخاص السلبيين. أكيد بتكونوا خلال العطلة فرغتوا هي الطاقة السلبية، بدنا نشوف كيف بدنا نضل محافظين على هي الإيجابية. وأكيد رح يكون معنا فنان كوميدي كتير محبوب وأنتم بتحبوه، وحنضوي أكيد على فنانة كمان تميزت برسم الأيقونات، وكمان ضمن إحدى الفقرات حنكون مع عالم المستشفيات وحالة الاستنفار اللي بتكون خلال العطل والعيد. كل هاي المواضيع والفقرات رح نتعرف عليها تباعا، لكن بعد الفاصل. بما أنه نيرمين ما أخذنا عطلة بالعيد، وين حابة تروحي بعد العيد؟ أنا أخذ هيك إجازة على الهواء عم نحكي. يعني أنا حاطة عيني على الفترة اللي بتكون من نص أيلول لنهايتها، بتكون يمكن الشواطئ فاضية وبرودة، فهالمشروع حاطته براسي. بس ليرجعوا الكل من العطلة حأخذ عطلتي. أحلى شيء أكيد البحر بكل أوقاته حلو، يمكن بأيلول بيكونوا العالم بلشت المدارس تماما، فبتروحي على الرواق.
ايه هلا الواحد كتير قدام عاجقة. البحر بيشحن حاله بطاقة إيجابية وبتبلش ايه الشتي. بتحبي البحر ولا الجبال؟ أنا بحب كل شيء صراحة، ايه والله اي الاثنين، ما منطقة في أحلى من الطبيعة السورية. اكيد. وين نروح؟ هلا بدنا نروح مثل كل يوم، اليوم 15 آب، شو تسجل أحداث بمثل هذا اليوم؟ خلونا نتابع بذاكرة الأيام. تاريخ 15 آب شهد كثير من الأحداث، فقراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1914 تم افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي. وبعام 1947 تم الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة. وبعام 2013 تم اكتشاف نوع جديد من الثدييات لأول مرة منذ 35 عام بينتمي لفصيلة الراكونيات. ومن الشخصيات اللي شهد تاريخ 15 آب على ولادتها عام 1936 الممثلة المصرية هدى سلطان، وبعام 1944 المغنية والممثلة اللبنانية هدى حداد. وتاريخ 15 آب شهد على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1936 الأديبة الإيطالية غارسيا ديليدا الحاصلة على جائزة نوبل بالأدب عام 1926. هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 15 آب. نهاركم سعيد. نادمين، كيفك أنت والشاي؟ غير شكل، بس بحب. انا والقهوه اكثر صاحبه. كلنا بنحب القهوه اكثر، بس الشاي مشروب بيرافق وجبه الفطور بالعاده، فشو تاثير الصحي لمشروب الشاي؟ منتابعه بهالساعه. بكل يوم معلومة جديدة ويمكن غريبة رح نتعرف عليها. هل تعلم أن الإنسان يستطيع التوقف عن التنفس مدة تتراوح بين 3 إلى 7 دقائق فقط؟ وهل تعلم أن الجزر فعلاً يقوي النظر لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامين A الذي يساعد على تقوية الإبصار؟ وهل تعلم أن الملح الزائد يعمل على زيادة هشاشة العظام وترققها؟ وهل تعلم أن آخر حاسة يفقدها الإنسان بعد موته هي حاسة السمع؟ وهل تعلم أن زيت النعناع يساعد في التخلص من اضطرابات المعدة لأنه مضاد للتقلصات، كما يعمل على ارتخاء الأمعاء، كذلك هو مضاد بكتيري رائع؟ وأخيراً، هل تعلم أن شرب كوب أو أكثر من الشاي يومياً يقلل من احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية؟ سالي، أولى محطاتنا لليوم رح تكون مع السلبية. هي الكلمة يلي بترافق كتير من أوقاتنا، يمكن نحصل على السلبية من موقف معين، من أشخاص معينين، يمكن يكون أسلوب حياة. أكيد هذا الأسلوب عم يأثر على أدائنا، عم يأثر على سلوكنا، وحتى يمكن على تقبلنا للآخر، تقبلنا للحياة. مثل ما قلنا نحن عطلة، فكيف بدنا نحافظ على هي الطاقة الإيجابية، وكيف نحن عن جد نبتعد عن الأشخاص السلبيين ونشحن حالنا بالطاقة الإيجابية؟ كل هاي المواضيع أكيد بتهم كل الناس، لأن كل الناس يمكن بتعاني من هاي السلبية. رح نحكي عن هذا الموضوع مع الأستاذة فاتن نظام، وحضرتك مدربة التنمية البشرية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أستاذنا بأجواء العيد، فكل عام وأنت بألف خير. بخير، نعد عليكم. يسعد محورت. صباحك وأهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. بخير. يعني بالبداية بمر بحياتنا أشخاص من أطباعهم مختلفة، فنحن كيف بدنا نميز الشخص السلبي؟ مو ضروري اللي بينقي يكون سلبي، ولكن السلبية هي خلينا نقول شيء مكتسب بيصير، فكيف بدنا منهم الأشخاص السلبيين؟ أول شيء كلمة السلبية والشخص المتشائم والشخص اللي نحن عم نسمع طاقته سلبية وهي القصة، أول شيء هو الشخص اللي هو حقيقة ما عنده ثقة بحاله، هو عايش طول الوقت بقلق،
حتى القلق ما هو بس خاص فيه، لا هو بينقله للاشخاص اللي مواجهه. هي الاخطر يعني، هو الشخص اللي مثلا مثلا عنده حاله نفسيه معينه او حزين او هيك، اذا هو لساته متملكه ومسيطر عليها كشيء خاص اوكي، بس ما انا اقول انه شخص سلبي معناته هو عم ينقل بالعدوى صح. للاشخاص اللي مواجهه. الشخص السلبي هو اللي من نوع اللي قلتي عليه البناء، هو مو شخص البناء، هو اللي دائما بيستكتر، او بمعنى لا لا نوع عدم استحقاق لا للنجاح لا للانجاز لاي موضوع، بياخده من الجانب التشاؤم الجانب السوداوي. يعني باي مشروع اذا قلنا لك مثلا في عندنا مشروع، فهو ما بيطلع على الطاوله، بيطلع انه ايه في غبره او نقطه صغيره سوداء، فهو هيك من هذا المنطلق دائما نظرته تشاؤميه للمواضيع. فانت ما تنقول انه شخص سلبي تماما، هو الشخص اللي بيسحب لك طاقتك الايجابيه نعم يلي نحن لازم تكون على القليله مشان تاخذ الاكسجين صح. بالشكل السليم يعني على اقل شيء يعني. يعني لما نحكي عن السلبية في أشخاص بنقول عنهم نكديين أو أشخاص يمكن هيك الله خالقون، معقولة تكون هي السلبية طبيعة حياة؟ يعني خلص نستسلم إنه هذا الشخص هيك طبيعته ولا لا؟ في أطباع عنا، هلا كل شخص له نمط سلوك، في عنده شخصيات، بس لأنه مثلا هو نكدي أو سلبي هيك أول ما خلق لا. هلا في عنا بيكون في أسباب، يعني أحيانا يمكن في موقف مثلا بحياته تجارب مارر فيه فاشلة جارحه كتير، أحيانا مواقف بالعمل، أحيانا مواقف بالدراسة دائما بيكون شيء سلبي مثلا، أو مثلا فرصة دائما في مثلا نقول حظ يمكن أقل، أو مثلا ما قدر يوصل للفاينل بالوقت. فأنت هي عبارة عن ظروف بتكون عم بتحيط فيه، فهو بس بيعيش بهالتوتر. ولكن هذا التوتر اللي هو ما بيخليه على مثلا مرحلة مثلا دراسة أو مرحلة عمل، لا هو بيخليه مثل ما بقول على كل جوانب كل حياته. تماما فهذا الشخص هذا اللي بنقول حقيقة هذا حالة خطيرة جدا. ما انت تصير السلبية هي عبارة عن نوعية حياة، هي نعم سلوك اسلوب حياة. يعني انت تفكيرك بأي موضوع سلبي حتى هو بالشكل المحيط مع الأشخاص هو متعب إلك، يعني هو من نوع اسلوبه دائما اول ما بده يحكي معك بيعطيك الاخبار السيئه، يعني انه سمعتوا في الخبر الفلاني، فهو اول شيء بصير بيستقطب الاسلوب الاخبار السيئه. دائما هو بشكك بحالك انه عن جد انه مبسوطه، شو مبسوطه انه ليش مثلا طلع على الشمس بس هي بتحرق. فهو بيعطيك الشغلات الجوانب السلبيه، احيانا حتى بيحسسك من نوع انه انت مالك احسن من حدا، مثلك مثل غيرك، يعني حتى النجاح اللي انت بتكون محققتيه تماما تمام، فهو من نوع بيخليكي انه مثلك في مليون واحد مثلك، فانت بخفف لك حتى من نوعيه او حتى من اسلوب صحيح صحه النجاح. صحيح. استاذه فاتن، يمكن حكيتي بالبدايه كلمه كثير مهمه انه الاشخاص السلبيين بينقلوا العدوى، ولكن خلينا نحكي بالاتجاه الايجابي. في حال الشخص عرف انه هذا الشخص اللي مقابله انه هو انسان سلبي، كيف فيه يعمل كيف فيه حتى يساعده شوي انه معلش خفف هذا الشيء، كيف فيه ينقل له الشيء الايجابي؟ خلينا نقول تكون العدوى الايجابيه هي الاقوى تماما، كيف فينا نتحصل من هذا الشيء وشوي ممكن نساعده؟ اهلا، نحن الشخص السلبي دائما في قاعده كثير مهمه بنقول نحن الصاحب ساحب. كثير انت بدك تنتبه لهذا الموضوع، يعني احيانا انت بتكوني قاعده مع مجموعه هو باسلوب الحديث تمام انت بصير عندك تماما بيعدي، يعني خلصت الحديث وخلصت القعده ورحت على بيتك، فانت بترجعي يا واجعك راسك يا مريضه قوي انه يا على هالحياه صح والله حق معهم، فانت بتنتهي القصه كلياتها عندك للاخير. بالنسبه لمين كيف بدي ساعدهم هدول الاشخاص؟ نحن في عنا اسلوب، يعني نحن بتتعاطي معهم باسلوب اخذ ورد، بس بنفس الوقت دائما في شيء اسمه تعاطف ولكن لا تتاثري، بمعنى انه هو انت بس تعطي هذا الشخص تتعاملي معه فهو بصير بيعطيك مسببات ومبررات لا هيك كذا والى اخره. فانت هون الشخص اللي عنده طاقه ايجابيه هو لا يتاثر باي شيء سلبي، ما تكون انت بحصن حالك بهذا الموضوع، فانت على ثقه تماما انه ما حد يقرب لخطي. قلتي لي كيف بدنا نحمي حالنا؟ الحمايه هي شلون هلا قاعدين هلا انا وياكم مع تذكير كامل تمام، فهي انت قد ما بيحكي الشخص اللي مواجهك انت من نوع تلقائيه ابتسامة بسيطة، نفس الوقت لا تركزي معه صحيح. يعني هو عم يتحدث وعم يحاكيكي والوضع وكذا وضغط وحاختنق وكذا، ابتسامة بسيطة وبتهزي براسك، وبنفس الوقت لا تعطي التركيز اللي نحن بنقول التواصل البصري هو من أقوى الشيء اللي هو بيسحب معك التركيز وبياخذ مثل ما نقول نحن صحيح مصاصين الطاقة.
دائما تركيز يمين ويسار، حتى تسكير الايدين هي بتعطيك كمان من نوع حمايه لحالك، تسكير الهاله. صحيح، يعني احنا ما بدنا نحكي كثير حكي وردي، بالنهايه احنا عايشين بواقع في ضغوط، فنحن يمكن اللي عم نحكي اوقات رح نتحول لاشخاص سلبيين. بدنا نحكي عن درجات السلبية، أيمت اليوم هاي الدرجة بتصير يمكن توصل لمرحلة الأذى وبصير بدها متابعة أو طريقة تعامل أو علاج مختلفة؟ هي الفكرة كلياتنا كل واحد عنده ضغوط مختلفة، يعني أنا عندي ضغوط، أنت عندك ضغوط، بس أنا كل واحد تختلف أسلوب الضغوط، أسلوب التعاطي، بس هو شو الشطارة؟ الشطارة من عندك إلك، أنت كيف بتتقبلي كل ما هو جديد؟ هي واحد، اثنين كتير مثل هاي الكاسة اللي هلا قدامنا، هذا هو أسلوب التفكير الإيجابي، مثلا كاستك أنت فاضي شوي، فأنا بقول لك هي ليك شو قديش فاضي كاستك، بس ما بتطلع قديش هي مليئة، هاي الأسلوب اللي نحن دائما طلع أنت بالشيء الإيجابي، بس هي لتسمر أكثر، لأن هي دائما السواد هو ما أنت تحطي أي نقطة سوداء بتفاقم تكبر النقطة، تكبر النقطة السوداء، أما أنت ما تشتغلي على الأبيض أكثر، ما أنت تشتغلي على التفكير الإيجابي، فهو قد ما كان كلياتنا في أيام حلوة وفي أيام بنزعل فيها، بس في عالم اللي بتزعل فيها واللي بتشعر مثلا بالألم بتخلي كل حياتها، أنا كل حياتي ظلام وعذاب، بتحط هاني شاكر، بس هي الفكرة الأساسية ما تقول إنه أنت الفرح هو إنه يوم هيك ويوم هيك، اكيد كلياتنا عنا اسلوب، بس هو توازنك انت اسلوب تفكيرك هذا اللي بنشتغل عليه، وهذا حقيقه اسلوب التفكير خلينا نعطيه احيانا بالتربيه الصح، يعني اللي هي كمان التربيه الخاطئه بتعطي كمان تفكير سلبي، يعني انه ما بيطلع من ايدك شيء، ما بيزبط معك شيء الى اخره، التربيه الخاطئه كمان بتلعب، فانت من عند الصغر اسسي صح فبيطلع تفكير صح. صحيح، يمكن الدعم اللي بيقدمه الاهل بالبيت خلينا نقول الطفل لسه ما كبر هو بيأثر على صحته النفسيه. خلينا نحكي عن المكان، دائما نحن من خلال عملنا، من خلال تواجدنا باماكن معينه، مكان العمل خلينا نقول في اشخاص سلبيين واشخاص ايجابيين، يمكن نحن نكون من الاشخاص السلبيين، ما عم نقول نحن عم نحكي تماما مو نحن الايجابيين وغيرنا السلبي، لا ممكن نحن احيانا يجي نهار علينا نعطي الطاقه السلبيه لكل اللي حوالينا والعكس صحيح، كيف فينا هيك شوي نخفف من هي الحده، كيف فينا نتعامل ونتاقلم مع المحيط فينا يعني بقدر المستطاع؟ لها دائما في عنا شيء اسمه مزاجيه الطبع، يعني لما مثلا في اشخاص المزاجيه تبعهم نحن في عنا شيء سلبي وايجابي، في عنا هدول اللي شوي هيك وشوي هيك، هدول اخطر شيء. تمام، يعني هلا الشخص السلبي خلاص هذا انت بتعرفيه سلبي، فانت يمكن يا تتجنبيه او مثلا بتساعديه مره اثنين ثلاثه، او مثلا انه اجى فلان خلص بنطلع كلياتنا، هي هيك الفكره. اما الشخص اللي هو هي المزاجيه اللي هو يوم هيك ويوم هيك او ساعه هيك ساعة وساعه هيك. هيك فهذا الخطير، فانت هون بدك تشتغلي على قياس انت مثلا يوميا بدك تشوفيه، طب انا هذا يوميا بدي اتعامل معه، فانت هون بدك تعملي الحمايه لإلك، بمعنى انه انت بتحكي بتاخذي بتعطي، بس بنفس الوقت بتعملي مثل كلوز، يعني ما بتفتحي نهائيا. نحن كثير مهم دائما باي شخص، مو باول، نحن بالنسبه باتيكيت العلاقات العامه نحن ما بنشتغل فورا اوبن بالعلاقات، انا بعمل كلوز شوف شو هي مدى العلاقة، شو هي مدى الأسلوب، كيف التفكير، وبعدين بتحكي بالشكل السليم. نحن دائما كمان حتى بأسلوب التعاطي، اللي نحن دائما على مراحل، يعني أنت الذكاء نقول الذكاء الاجتماعي بيكون عندك حتى بالتعاطي مع الشخصيات اللي هي مثلا إذا هذا الشخص يمكن مو هو هيك يوم هيك ويوم هيك، بتقدر تتعاطي معه بأسلوب إنه طب شو اللي زعجك؟ مشان هي انت شوي تريحي، لان هو كتر الضغط. احدى التقنيات فينا نسميها تقنيات، بس نحن في فكره كتير مهمه، انا بدي افرق كتير بين شخصين، بين الشخص اللي هو صديق او زميل عندك عم يحكي لك مثلا همه مشاكله، يعني كلياتنا عندنا ضغوط ومشاكل، هذا مو شخص سلبي، الشخص السلبي اللي هو فقط اللي بيجي بناء واللي بيحكي واللي مثلا بيسود لك كل شيء بالمواضيع، دائما احنا بدنا نفرق بين هدول الشخصيات، مو اي شخص والله بده يحكي لك مشكلته إيه انت سلبي يلا الله معك، لا هذا بيكون في زماله في حديث، اما الشخص السلبي اللي بيعطيكي دائما اسود ودائما بيعطيكي انه خلصت الدنيا وكلياتنا
انتهينا. صحيح يمكن حنقول كلمة موت من النقاط اللي كنت عم تحكي فيها. صحيح بضلي بفكر بدي موت بدي ما عاد بدي اعيش. خلصت الحياة. يعني كنا عم نحكي عن بعض الصفات لهذا الشخص السلبي. في حالة نحن عندنا دائما بالمجتمع بتكون حوالينا بقول لها لسالي انا تعبانة بتقولي انا تعبانة اكثر منك. انا جوعان انا جوعان اكثر منك. هذا شيء سلبي ولا نوع فيني اقول من المزايدة بده يكون؟ انا احنا في عنا شغلتين. لا والله سلبي. لا هي شيء سلبي بعدين تعود انه مو بس انت لو انا يعني كمان. انا لا تزعلي مثلا في ناس انا مثلا ما معي مصاري وانا يمكن اكثر كمان ما معي. يعني هي الشغله هي شو بيعمل هذا الشيء ابدا مو سليم لانه هي عباره عن ذبذبه. يعني انت عم تعملي عم تروجي لحالك انه انا مالي انا جوعانه انا تعبانه انا كذا. فكلمه تعب بتقلي اما شو بتقول لك يا والله مبين عليك وشك مبين تعبان انت اليوم غير. فانت بلا شعور صارت انت حاله حقيقية أنت صار معك. فهي لا هي نوع سلبية أبدا لا مزايدة أبدا. هي ولا مسايرة إن والله عم سايرك أنا تعبانة والله أنا كمان مثلك تعبانة عنك يعني. تماما مثلا قولي أنا حليانة أنا حليانة كمان هيك أحلى. بس إنه تعبانة لا صعبة. يمكن خطوات دائما بنحكي عنها أستاذة فاتن مثل إنه في الصبح تطلعي هيك بالمراية سبحان الله. لو كنت تعبانة شوي بتقولي أنا كتير مرتاحة. لو كنت مو نايمة غير ساعتين نفس الشيء أنا كتير مرتاحة. فقديش هيدا القصة ممكن تعطينا طاقة لنهار كله مع أنه صدقيني منكون كتير تعبانين بس أنه مجرد ما نقول لا نحن منا تعبانين يمكن هي نحن لحالنا ممكن نعطي الطاقة. هذا القرار الذاتي هي اسم البرمجة الذاتية. تمام خلينا نحكي يعني هي الفكرة الأساسية قبل ما نحن نفيق الصبح. هي إمتى بصير واحد شخص سلبي كتير؟ ما أنت بالليل تصيري تفكري بالموقف اللي صار معك طول الوقت وتتعايشي فيه. فبصير عندك نوع من الخوف نوع من التوتر. فأنت ما تنمتي أنت نمتي بس العقل الباطن هو ما نام. صحيح. هو طول الوقت عم يشتغل. فأنت هذا اللي بيخليك الصبح تفيقي معكرة. فأنت بتقولي انه ليش فايقه معكره لانك انت نايمه اساسا معكره وحتى انت عم بتتعايشي فيه بكل مشاعرك. نحن امتى بتكون زياده الامور عم بتضايقك ما انت والمشاعر تعيشي الموقف. يعني انت ما بتتذكر الموقف انت بتتذكر المشاعر حقيقه. يعني اي شيء موقف مؤلم كذا تعي تذكر انت الموقف شو صار. لا انت بتتذكر المشاعر اللي اذتك وجرحتيها بالضبط. فانت بدك تفيقي صح وقرار. يعني انت بدك تفيقي دائما قبل ما تنامي انا بدي عندي انجازات كتير عندي اهداف كتير نهاري حلو. فانت شو عملتي برمجتي حالك لتاني يوم حتفيقي بطاقه حتى بتقولي انه انا عندي نشاط عندي حياتي عندي كذا. فحتفيقي بكل الانرجي وحتكوني اكيد دائما نحن بنقول المشاعر بتزيد السعاده والتفاؤل هي الحماس. انت تتحمسي على شغلك تتحمسي على جامعتك تتحمسي على بيتك. فانت قدر الامكان حتعيشي بالحياه افضل نفس الوقت ايسر بالمواضيع كلها. يعني بختام فقرتنا حابين ناخذ منك شويه نصائح اليوم كيف ممكن نحن نواجه الحياه شويه تمارين ممكن تفيدنا لنتخلص شوي من السلبيه هيك نتحلى بالايجابيه اكثر. اول شيء نحن ما تنقول خلينا نعطي التمارين في انا محل التمارين اللي هي دائما بنقول عليها هي نوع من البرمجه الذاتيه اللي انت بتشتغلي على حالك مشان انت تكون قادره على تقبل كل ما هو شيء جديد قدامك. دائما احنا في عنا دائما في عنا قناعه انت كل ما كنت شخصيه مرنه تتقبلي اي شيء قدامك ما تكون الشخصيه المتشنجه هي كمان تتعب. بنقول نحن انه دائما تذكر المواقف اللي انت حققتي فيها النجاح بحياتك. نعم. عيشي هي المشاعر 100% اي شيء بصير قدامك تمام انت صار في عندك نوع من السوداويه او انت مثلا انه الامور ما عم تزبط معك تذكريها لهي المشاعر كثير مهم تعيشي المشاعر وتذكريها فانت حتتوافق معك وحتصيري افضل. اثنين نحن التفكير الايجابي دائما بنقول انه ما عليه في اشخاص اكيد كل واحد بيعطي اشخاص بنقول يا الله شو طاقتك شو ايجابيه شو قعدتك حلوه. ونحن دائما بنحب الاشخاص الايجابيين ما بنحب الاشخاص السلبيين لانه هو بيساعدك انه اخذت الاكسجين صح انبسطتي قعدتي الى اخره. فانت لازم تحددي كثير حلو انه نحن نحدد اشخاص يلي هنين بدي اتعامل معهم خلال هذا الاسبوع على القليل يكونوا في نصهم ايجابيين وسلبيين حاول نخفف علاقتنا معهم ما كثير صعب. ولا تزعلي انه انت والله قطعتي الاشخاص السلبيين. في كتير اشخاص بيقولوا لك هن اقارب هن معاشين يمكن معي بالبيت عم بيعملوا لي. فانت بتعملي انه مثل ما حكيت تعاطفي بس لا تتاثري. صحيح. قد ما حكوا
وقفة عند هذا الموضوع. يعني مثل ما حكيتي، وأحيانا نرمين بعض الخسارات هي ربح لنا، بتكون أكيد. ربح لذاتنا لشخصيتنا. أكيد النصائح اللي قدمتيها هي كتير مهمة، وأكيد نقول لكل الأشخاص أنه الثقة بالنفس والذات ما تخلي حدا يأثر عليك. يعني مو إذا حدا قال لك أنه أنت اليوم ما أنك طالعة حلوة، لا أنت حلوة، بتعرفي حالك حلوة. يمكن دائما هدول المبعد مثل ما قلتي فاتن، قلتي كلمة كتير مهمة، أنه إحنا نبعد هذه الأفكار عنا. بدنا نتشكرك، إن شاء الله نهارك كله طاقة إيجابية، والأشخاص اللي نحن منقابلهم وبتقابلهم يكونوا كمان طاقتهم إيجابية. شكرا كتير لك، كل عام وانت بخير. وانتو بخير، نعاد عليكم. مدربة التنمية البشرية أستاذة فاتن نظام، شكرا كتير لك. يسعد صباحكم. يعني نرمين مثل ما بنعرف بعدة تواريخ، وخاصة بتاريخ 28 تموز ب 2019 أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بالتعاون مع فريق عدسة سلام، وأيضا بدعم من الحكومة الفنلندية أنشطة مخيم 10 للدمج الفعال بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. مين اللي قال في مشكلة في نطق الكلام؟ مين اللي قال إن التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال إن إحنا مش قد الظروف؟ 20 شخصاً اجتمعوا في مكان واحد ولمدة 20 يوماً، آمنوا أنهم قادرون على خلق حالة مجتمعية تعزز مفهوم الدمج في المجتمع، بهدف تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. بالشهر الثالث من هاي السنة اختارتنا الـ UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسوريا، أنه نحن اليوم كعدسة السلام ننفذ هذا المشروع. أول مرحلة عملناها أنه حطينا استمارة أولية، قدم عليها 1200 شخص تقريبا من كل سوريا، كان فيها شرح تفصيلي عن المخيم، معلومات أساسية ومعلومات مرتبطة بحملات إعلامية عالمية، بمعلومات مرتبطة بحملات إعلامية محلية معروفة. تم التقييم بالمرحلة الأولى لل 1200 صاروا 300 شخص. وقتها صاروا 300 شخص رجعنا عملنا اختبار تاني مختص أكتر، مرتبط أكتر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في اختبارات عملية، في تفاصيل العلاقة برؤيتهم للمتقدمين للأشياء. عبوا هي الاستمارة وتأهل للمرحلة النهائية 90 شخص. انتقلنا بعدها للمرحلة الأخيرة اللي هي المقابلات الشخصية. عملنا مقابلات مع 93 واحد بكل سوريا تقريبا، تأهل منهم 20 شخص اللي هني وصلوا لهون. أول يومين كان في عنا تخوف من التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كان في خلينا نسمي حكم مسبق أنه نحن ما بنعرف كيف نتعامل معهم، ما بنعرف شو الأشياء اللي بتزعجهم، شو الأشياء اللي ما لازم نحكيها. كل هالأمور هيدي راحت من أول يوم أو تاني يوم بمجرد ما نحن صار في تبادل للأفكار، تبادل للثقافات اللي مختلفة، لأنه نحن المخيم هون عنا هو من كل محافظات سوريا. كتير كانت حلوة التجربة. نحن ما بصير نحكي انه نحن ما فينا نتواصل مع حدا، لان احنا قادرين نتواصل مع اي حدا وقادرين نلاقي وسيلة للتواصل. يعني نحن خلال اليوم يمكن 18 نحن قادرين نلاقي لغة التواصل بيناتنا. اول ما بلشنا كحدا كل اثنين سوا انه مع حدا صم انه كيف بدهم يتعاملوا، انتشرت هاي الشغلة بيناتنا كلياتنا، صار كل الفريق اليوم يتعلم كلمة جديدة. صرنا بعد التدريب ناخذ دروس احيانا نص ساعة مع المترجمين لحتى نتعلم كلمات جديدة. هالشيء هل إنه هني ما يحسوا حالهم غريبين بيناتنا. تم اختيار 10 ذكور وعشرة إناث من 10 محافظات سوريا، 10 من ذوي الإعاقة وعشرة من غيرها، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق زوجية ليتلقوا التدريب لمدة 14 ساعة يومياً، والذي يضم العديد من الحوارات والأنشطة. لازم المجتمع يتعود على وجود الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني تقريبا اغلب الاشخاص ذوي الاعاقه متخبين ببيوتهم، يعني ما متخبين بمعنى متخبين، بس اذا طلعوا راح تكون طلعتهم كثير صعبه بالنسبه لحركتهم، يعني وبالنسبه لتواصلهم مع العالم. يعني الشخص اللي مثلا على كرسي مثلي انا، اذا على كرسي انا بلاقي صعوبه مثلا على الرصيف، بلاقي صعوبه بالمواصلات، بلاقي صعوبه اذا بدي اروح اطلع اتغدى بشي محل كمان نفس الحاله. والمشكلة إنه كل المطاعم البلد هيك، كل البلد هيك، يعني حتى مؤسسات الدولة نفس الشيء.
يعني بيروح الواحد ليعمل معاملة بمحل أو تاني ما في بيطلع ما في بيتحرك، بده حدا بده ينطر لحتى حدا ينزل من تحت ويسوي له أوراق ويطلع. أشتكي الشغلة بدها إنه سهولة وصول، يعني العالم تصير تفكر، يعني اللي عم يعمر بناية اللي عم يعمر شارع اللي عم يسوي شيء يحط بباله رقم واحد الأشخاص ذوي الإعاقة مشان يكون وصولهم صعب، لأنه طول ما نحن قاعدين ببيوتنا ما حدا رح يتعرف علينا ورح يتعود يشوفنا. يعني بلاد برا عايشين ما أحلاه، أما نحن كلنا بالبيوت. كتير حبيت موضوع إنه التصوير والتصميم والفوتوشوب والإنستيتر والمونتاج هو كان شيء كتير حلو. بالأول كان شيء صعب بالنسبة لإله، بعدين لا إنه تأقلمت وكتير كتير حبيت. المشاركون سيعملون في ختام المخيم على تصميم وتنفيذ حملة إعلامية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مستخدمين المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب في المخيم. سليم، كفينا بالأنشطة يلي عم تشهدها سوريا وبباقي المحافظات السورية استكمالاً لمشهد العيد. رح ننتقل لفعاليات مهرجان عيد السيدة العذراء العاشر في كنيسة أم الزنار للسوريان الأرثوذكس. التفاصيل مع أسامة ديوب. انطلقت فعاليات مهرجان عيد السيدة العذراء العاشرة في كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس في حمص القديمة بأمسية مرتلة ومغنات لجوقتي حنين صافيطة وأم الزنار، تضمنت باقة منوعة من الأغاني العربية والترانيم السريانية. كل عام وانتم بخير بمهرجان السيدة العذراء العاشر، المهرجان الثقافي الروحي اللي من خلاله عم نبعث رسالة إلى العالم أجمع بأن سوريتنا رجعت بفضل وجهود قواتنا المسلحة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، اللي من خلالها عم نقول أنه سوريتنا هي باقية وتراب أرضنا غالي، بنترحم على أرواح شهدائنا الأبرار. حبينا نقدم برنامج شوي مختلف للعالم تقدر تتفاعل معنا مثل ما عم تسمعوا هلا اليوم. مشارك الحقيقة فعالية أكثر وغنية أكثر الحقيقة، لأنه معنا كورال حنين صافيطة، كورال اشتغلنا سوا عملنا سوا مع بعض بروبات. نحن الأخوية دائما لنا بصمة بهذا المهرجان، فبنعمل معرض مأكولات خيرة شغل السيدات كلياته بأسعار رمزية بحيث أنه كل عالم تقدر تشتري أو تأخذ، وإن شاء الله العالم دائما بتضل بخير وبعم الأمن والسلام على بلدنا سوريا وتضلوا بخير يا رب، ينعاد عليكم. كما تضمن المهرجان افتتاح معرض للمأكولات لأخوية السيدات وسط حضور جماهيري كبير. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم الخير، ان شاء الله على طول مهرجانات وافراح دائما. كل عام وانتم بخير، بعيد السيده وبعيد الاضحى المبارك، ينعاد على الجميع بالخير. بدي بارك لشعبنا وبارك لجيشنا هالاعياد الحلوه يلي اجت بسلام، والسلام اجى من تضحيات الجيش العربي السوري يلي له اكبر تحيه. ينعاد عليكم بالخير وعيد سيدي مبارك وعيد اضحى مبارك كمان، وان شاء الله دائما سوريا بخير وترجع مهرجاناتها وحفلاتها دائما تعم كل انحاء سوريا. المهرجان يستمر لمدة 4 أيام ويتضمن أنشطة فنية وثقافية وتكريم الطلبة المتفوقين وعروضا كشفية تجوب شوارع حمص القديمة في تأكيد على عودة الحياة فرح إلى مدينة السلام. بدنا ننتقل لضيفتنا ضمن مساحتنا الصباحية التالية يلي الفن فيها تعدى
حدود الجمال لا يتجسد بأيقونات بتخاطب الروح وبتسمو فيها، فاستطاعت أن تحول بروحها المبدعة ومزيج ألوانها إلى أيقونات تتصدر قبب وجدران عدد من الكنائس والأماكن الدينية، مخاطبة الروح قبل العين. الفنانة حنان حولي يلي درست الفنون الجميلة باليونان، هي كانت مقيمة بأثينا وجعلت من الأيقونات الدينية نهج لإبداعها. بدنا نرحب فيها بضيفتنا بفقرتنا الصباحية. أهلا وسهلا فيك حنان. صباح الخير وكل عيد وكل السوريين بخير إن شاء الله، وإن شاء الله دائما أيامنا أعياد وفرح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. رح نبلش مع حضرتك من البداية، من بداية يمكن تخصصك بفن هو فينا نقول نادر أو قلال يلي بيحبوا يشتغلوا فيه. نحكي عن دراستك الأكاديمية والبدايات. درست أنا سنة واحدة ما كملت تاريخ في سوريا، لأني أنا كان كل حلمي من صغري اني اتخصص بهذا المجال، وسافرت بعدين على اليونان، درست بكلية الفنون الجميلة باختصاص فن بيزنطي بجامعة أثينا، وبعدها طورت حالي بالترميم بخبرة، بالتعليم بخبرة مع دكتورة إيطالية، وبلشت بالشغل قبل ما انتهي مجال دراستي. كانت لي لوحة بسوريا، أول لوحة، ورفقاتي اليونانيات والشباب اللي درسوا معنا بالجامعة كانوا يستغربوا انه انا اول لوحة كانت لي كانت 3 أمتار، كانوا يمزحوا معي انه قديش طولك انت. وين موجودة اللوحة؟ بكنيسة الصليب بالقصاء. يعني شيء حلو كتير يكون لوحة لإلك حنان ضمن بسوريا، ببلدك سوريا، بما أنه أنت بنت سوريا فدائما الحنين للوطن بيتجسد بالفن يلي بيطلع من الأشخاص. حنان اخترتي الأيقونات، ورسم الأيقونات مانو بالموضوع السهل، وهو فن مستقل بحد ذاته. ليش اتجهتي للأيقونات؟ هو فن مستقل مظبوط، بس أنا بالنسبة لي هو أبو الفنون، لأنه هو حامل بطياته. بيقولوا أوقات عن بيكاسو أنه هو اللي صمم الفن، أبو الفن التجريدي، ولكن هذا الفن سبق بيكاسو بكتير. هو فن حامل الفن الكلاسيكي والفن التجريدي، فهو فن قابل للتطور، هو فن حامل الجمال وحامل المعاني الروحية والمفاهيم الإنسانية. هو تاريخ، هو ثقافة، هو لغة، هو حامل كتير من المعاني. يعني إذا بدي عد، وهو دواء من أي ناحية، دواء لما بفوت إنسان هو متعب مثقل من همومه اليومية، من تجاربه، من متاعب الحياة، من حزنه، لما بفوت بشوف لوحة معبرة بتريحه بتعطيه الأمل حواليه وهو عم يصلي. يعني هذا يعني عالجه بدون كلام، بدون الصورة دائما بتعطي معاني حلوة. صح. وبتأثر أكثر من الكلام بكثير من المرات لما بكون واحد موجوع كثير. يعني صح، الصورة هي التعبير. حنان يعني عم نشوف التأثر بحكيك. مثل ما قلتينا من شوي، أول عمل كان لحضرتك 3 أمتار بكنيسة الصليب، ولكن رح نروح على كنيسة الزيتون لنشوف شوي من أعمالك. Thank you.
أكيد سالي كنا عم نشوف مشاهد، يعني اللي بيشوف كنيسة الزيتون بيلاحظ هذا الإبداع بالعمل. رح ننتقل عندك حنان، مثل ما قلنا عم نشوف كنا هاي المادة، خلينا نحكي عن الفكرة اليوم اللي كنتي عم تجسديها بهي الرسومات، نحكي عن حجم العمل يلي استغرقه من حجم الوقت يلي استغرقه منك لإنجاز هاي اللوحات. هو يعني بده كتير وقت، بس كان الكنائس اللي أنا اشتغلت فيها كانت معظمها يعني فيها قداديس وفيها عراس وفيها فكان انه يصير التقطيع اوقات، ولازم انا اقيم السلالم والسقالات من هونيك، وكان لازم انجز عملي بسرعه باسرع ما يمكن. ايه فكنت انا اشتغل يعني بنهار 11 ساعه اوقات، بس انزل اكل ساندويش أو أشرب قهوة مشان صح صح شوي وكمل بشغلي بكل الليل يعني. فما فينك تقولي إنه المدة مثلاً اللي أنجزت مثلاً باندوكراتور هو الضابط الكل اللي فوق بالقبة، ما فينك تقولي شهر لأنه كان مضاعف المدة بالعمل. كان أخذ معي شهر الضابط الكل، والتكميلات حوالين القبة أخذت معي 3 شهور تحت وشهر ونص فوق. تمام. على القبة. يعني حنان دائما نحن بنقول إنه العمل هو عبادة، كيف إذا كان العمل بمكان العبادة ولا شيء معين في خط بيزنطي اعتمدتي انت، وكونك بايطاليا يعني مثل ما معروف الايقونات الايطاليه هي ايقونات بيزنطيه وعندنا كثير منها بكنائسنا، فانت اعتمدتي النمط البيزنطي، النمط البيزنطي سواء كان بالرسم او حتى نحن بنسمع البيزنطي بالترتيل هو شيء مختلف مميز. يمكن تميزك وتجردك عن الاشياء الثانيه خلاكي تاخذي هذا الاتجاه. هو يسمى فن بيزنطي، لكن هو متأثر بالفنون السورية تماما. وأنا ما رسمت بس فن بيزنطي، أنا رسمت فن سوري كمان بكنيسة السريان الكاثوليك بعد كنيسة البتركية الروم الكاثوليك بحارة الزيتون، هي قريبة منها. وهذا الفن السوري كان من القرن، كان مخطوط موجود بسويسرا من القرن الرابع، ولما أنا رسمته يعني كان شعوري كتير كتير حلو، وركعت يعني من كل قلبي من بحبور وبفرح وباحترام للآباء والأجداد السوريين، لأنه ما كنت يعني ما درست ما كنت شايفة هيدي الأيقونة، وكنا أخذين فكرة إنه هون ما كتير تطور هذا الشيء، رغم إنه في فكرة إنه هو تأثر بالفن الفارسي وتأثر بالفن الإغريقي وتأثر، بس لما أنا رسمت هيدي اللوحة عرفت إنه أكبر تأثير كان بالفن السوري، لأنه كانت هيدي اللوحة حاملة 3 لوحات بلوحة واحدة من كنا نتخصص نرسمهم بالفن البيزنطي. فعرفت انه نحنا اجت علينا ضغوطات كتيرة ما قدرنا نطور، لكننا بقرن واحد كنا متطورين وفايقين بأفكارنا وباللاهوت تبعيتنا وبالروحانية وبالفن البسيط وجمالية الألوان، متفوقين كتير بالعالم عن العصور اللي تبعت هذا العصر. حنان يعني هذا اللي نحن دائما منراهن عليه، على الفكر السوري، على الإبداع السوري، على الريشة السورية، وحضرتك أكيد من النماذج السورية اللي كتير منفتخر فيها. أعمالك بسوريا كتيرة، حكينا عن كنيسة الصليب، كنيسة الزيتون، ولكن في أعمال موجودة خلينا نحكي عنها، عن أماكن تواجدها. الحقيقة أنا ما كنت حابة إنه هيك إنه أحكي بالتلفزيون عن هذا الشيء، بس لكن انه لقيت انه لازم انه نحكي، ولازم انه اقول لكل السوريين انه في كتير من البلاد بيفتخروا بحضاره واحده، نحن لازم نفتخر لانه ما عندنا حضاره واحده، نحن عندنا منبع الحضارات، منبع الحضارات اللي كلهم تطوروا من بعدنا،
حطوا لهم واحد اثنين ونحن كنا عاملين الالف والباء وكنا عاملين كل هذا الشيء ولانه نحن متواضعين وما بنحكي وهيك صاروا الكل حطوا علينا صور بشعه. لازم نحن ما نستسلم، لازم نحن هلا لازم نقول شو كان عنا، لازم بالشيء اللي بقي لانه هن دمرونا يا كنا ما لنا عارفانين فيه، دمرونا يا مشان ما نحكي فيه لانه عارفانين انه هن هلا بفتره كساد، يعني ما لازم نحن نطلع. فلا، لازم نحن باللي بقي عنا هو كتير كتير، لازم نقول نحن هيك ولازم نفتخر. الناس دول تانية بكون عندهم شغلة صغيرة بتطبلوا الدنيا وبيزمروها، نحن لأننا متواضعين ما تعودنا نستخدم الإعلام، ما تعودنا نعرف إنه هذا سلاح، لأنه نحن بالأصل شعب راقي ناعم ما عنده فكر استعماري، إن بهدوء نحن بنعمل شغلنا لأنه بنحب هذا الشيء. يعني كمان نحن بنفتخر فيكي وبنفتخر فيكي عبر شاشة الأخبارية السورية بفنانة عاشت برا ولكن حفظت حضارة سوريا وقيمة سوريا ومن سوريا يلي انطلقت الحضارات للعالم. يعني أكيد حاولوا يشوهوا الصور، ويمكن كونك عايشة بإيطاليا وقتنا بتعرفي قديش تم التضليل الإعلامي لعدة أمور، اتجهوا نرمين للكنائس للمعابد بمحاولة لقتل الحضارة. هنا دائما بيستهدفوا الحجر مو لاستهداف الحجر، لا، هنا عم يقتلوا حضارة سنين، ولكن بوجود أشخاص بتعرف قيمة البلد وبتعرف قيمة حضارة البلد كنت ترجع تتعمر من جديد. ما هيك نرمين؟ سوريا أم الفنانين، سوريا أم الفنانين، سوريا أم حتى الخط الكتابة الموجودة على 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 الحجار، معابد الفن، الكتابة الفن الإسلامي اللي تطور كمان صح. بالعهد الأموي الكتابات يعني احترموها بالغرب، هذا الشيء احترموه. عندك في أهم الكنائس، في كنيسة، في كنيسة موجودة بالسندغمة صغيرة مكتوبة عليها من برا بالحجر بالخط الكوفي. يعني نحن عنا ويقال إنه فنان سوري هو اللي كتب هيدا الكتابة بقلب أتنا بهداك الوقت. يعني فنحن عنا كتير شغلات ما بحثنا فيها، كتير أمور كنا يعني لهونا بأشياء كتيرة، لهونا في وقت وما إسا ما متأخر. يعني أنا برأيي إنه لو جعنا لو عطشنا هذا الشيء ممكن إنه نحط أموال عليه، لأنه هذا الشيء لبعدين لأولادنا. لأولادنا نحن ما علمنا أولادنا بالمدارس إنه نحترم حضارة قديمة، إنه نفتخر بكل شغلة صغيرة عنا إياها ببلاد تانية، علمون إياها. وهذا الفرق الصغير إنه نفكر إنه هو تواضع، إنه ما لازم إنه تشوف حال إيه، هو لازم ما إنه نحس حالنا إنه طب، لأنه هذا بخلينا إنه ما نتطور. إذا حسينا حالنا طب وما نسعى إنه نتطور أكتر، لكن كمان لازم إنه نعتز بكل شغلة وما ننكر أي شيء. يعني ما فيني أقول إنه أنا مسيحية ما بنكر إنه في كمان حضارة إسلامية إجت. وإذا أنا كنت مسلمة ما لازم إنه أرفض هذا الشيء اللي كان قبل، لأنه هو امتداد. أنا بحترم حضارة التاني والتاني بيحترم حضارتي، لأنه بلد هي بلدي، سوريا هي بلدي صحيح. وهي فخري، وهو رح يجيب لي فخر وانا رح اجيب له فخر. يعني هذا الشيء احنا كلنا سوريين بالنهايه، دائما كلياتنا لازم نحب بعضنا ولازم نفتخر ببعضنا، لانه ما رح يعني هذا ما رح يجيب لنا
قوتنا واقتصادنا وفخرنا غير ببعضنا يعني. صح. هذا الشيء صح. صح. عنان قديش حلو الاندفاع اللي عم تحكي فيه والانتماء لهي البلد العريقة يلي عمرها آلاف سنين وهي مهد الحضارات مثل ما قلتي منبع الحضارات. من شوي كنا عم نسأل حضرتك عن أعمالك ولكن الحديث أخذنا لمنحة تاني، حنرجع لأعمالك ورح ننتقل لكنيسة مار يوسف لنشوف شوية من أعمالك ونرجع نضوي عليها أكثر. يمكن الفن بحد ذاته بيعطي حالة من الروحانية، كيف إذا كان فن بيزنطي وخاص بالكنائس. يمكن حنان رح نرجع لحديثنا معك، تحدثنا يعني نحن بنفتخر بكنائسنا وبجوامعنا، نفتخر بالجامع الأموي الكبير، هذا الجامع يلي كل العالم بتجي بتزوره، مين منا ما بيوقف جنب الجامع وبيشوف الطيور وبيطعميها، بفوت لحيطانه بتلمس الراحة النفسية والراحة، خلينا نقول بس صار في راحة نفسية صار في راحة جسدية. فكمان ضمن الجوامع عنا أيضا، يمكن كنت عم تقولي لنا شغلة صغيرة أنه أنت بعد ما بدك تاخدي فترة رياحة شوي من رسم الأيقونات لتتجي بمنحة آخر، فيك تحكي لنا عبر الشاشة الإخبارية ممكن لوين بدك؟ يعني أنا حابة أنه هذا خليه خاص، بس حابة يعني كل إنسان أوقات بيعطي 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 بس بحس أنه في شي جواته أنه ناقص. أنا حاسة حابة أني وسع أفقي، حابة أعمل شي جديد شيء مميز. يعني اتجهت من بالبداية لما بلشت أشتغل بالرسم كان شغلي كلاسيكي لما تخرجت من الجامعة، بعدين بلشت إنه أخذ منحة إنه يكون مميز للسوريين، شيء جديد ألوان جديدة، شيء مختلف عن الدول الثانية. يعني مثل مثلا بروسيا في فن بيزنطي روسي، باليونان في فن بيزنطي روسي بيزنطي يوناني، بإيطاليا في بيزنطي يوناني، في يعني كل مدرسة إلى مدرستها. وبسوريا كان في مرحلة كبيرة كان إلى وجودها. لكن أنا قلت فكرت بحالي إنه لازم نعمل هلأ مدرسة جديدة، وبلشت بنمط معين. بس حابة بعد الحرب يعني كتير شغلات ألمتني، كتير شغلات هزتني من جواتي وجرحتني، يعني تغيرات اجتماعية، شغلات كتيرة يعني بتأثر بكل شخص منا مو بس فيني يعني. وهذا الشيء يعني بتصيري بجواتك عندك كتير تساؤلات وبتصيري تبحثي عن شيء انه انت تعملي شيء
جديد هسه يأثر أكثر. ما بعرف شو هو، ما بعرف شو هاي، ولكن في إرادة، في إرادة من جواتي، وفي شيء عم ببحثه وبدي وسع هذا الشيء جواتي، بدي جمع معلومات لأنا أعمل شيء جديد وما بعرف شو هو، بس أنا في خطط معينة ما بقدر أحكيهم. حنان، بدي أنا وجه حالي ل أوجد هذا الشيء يعني. حنان، يعني حابين نحكي شوي عن أعمالك اللي موجودة كمان بالخارج، نتعرف عليها أكثر، وإذا في شيء يمكن خلال بسوريا عم تحضري له. نحن بفترة إعادة أعمار، وللأسف الدمار طال كتير من أماكننا المقدسة أو الكنائس، خلينا نحكي عنهم. أنا شاغلة بالخارج بالبرازيل بألمانيا، بالبرازيل عاملة أكبر كاتدرال بأمريكا الشمالية والأمريكا الجنوبية، هلأ صار في واحد أكبر منه يعني، وكانت يعني لوحة من لوحاته 60 متر مربع، ثلاث كنايس شاغلة هونيك، وشاغلة بألمانيا بكولين، شاغلة بالمكسيك إيكونستاس كبير كتير، باليونان مرممة لكوندغلو بأتينا، لوحة لخروج الألمان من أتينا، بالسورية من الكنائس اللي شاغلتها، شاغلة بمعلولة حاولوا يحرقوها تشوهت، عم بقول بسرعة مشان الوقت. لا تفضلي. وبحمص عاملة عمود قد كنيسة بالأفكار تبعيته، كنت حاسة إنه بده يصير شيء بس ما عرفت إنه هو بسوريا. نعم. بسفري نتيجة الأزمات بسوريا، شاغلة بمار الياس، بمار يوسف، بالقصاع، بالكيريلوس، يعني بعدة أماكن يعني ماني متذكرة يعني الحقيقة. حنان، بطول الحديث الرائع معك واستمتعنا جدا بوجودك معنا. نحن بنرجع منقول العمل عبادة والفن أيضا عبادة، واللي قمت فيه هو فخر لنا. أنت بنت سورية ونفتخر فيك، بدنا نتشكرك، بدنا نتشكر الأنامل الذهبية العريقة يلي خطت أيقونات مع عبدنا وكنائسنا. شكرا كثير لوجودك معنا حنان، نورتي صباحنا. أنا بشكركم كثير، وكل سنة وانتم سالمين يا رب. انتي سالمين. حنان الحولي الفنانة، شكرا كثير لك ولإبداعك ولإيمانك بسوريا. شكرا كثير ونورتينا. شكرا لكم. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. سالي، هلا لوين؟ هلا صار لازم ننتقل لموجز الاخبار. صحيح سالي، رح نروح لموجز، رح نروح لغرفه الاخبار لنعرف اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلتنا بشرى زيني. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير نيرمين، موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قرى كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتلعاس بريف إدلب الجنوبي، وذكر مصدر عسكري أن القوات المسلحة العاملة بريف حماة استعادت السيطرة على القرى المذكورة، وأضاف أن العمليات أسفرت عن تكبيد التنظيمات الإرهابية التي كانت متمركزة هناك خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. جددت الصين موقفها الداعي إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال حول الإعلان عن إنشاء ما يسمى منطقة آمنة في سوريا، إن الصين تحترم موقف الحكومة السورية بهذا الشأن، وتؤمن من جانبها بضرورة احترام وحماية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. نقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها. وذكرت الصحيفة أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة غريسوان التي كانت البحرية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في تموز الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو أنه ما من سبب يدعو للإبقاء بعد اليوم على غريسوان في جبل طارق.
حض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن البرلمان على الإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أن يقدم على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ودعا كوربن الأحزاب الأخرى التي تخشى عواقب خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى عدم منح الثقة لحكومة جونسون والعمل على تعيين حكومة مؤقتة بديلا عنها. وعرض كوربن أن يترأس الحكومة المؤقتة الجديدة التي تكون مدتها محددة، وذلك حتى يتمكن من مطالبة قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتأجيل التاريخ المحدد لبريكزيت في 31 من تشرين الأول المقبل. نهاية الموجز، عودة إلى استديو صباح نغير. شكرا لك بشرة، وأكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير. وهلأ رح نروح على حلب، واستكمالا لأجواء العيد والأجواء الروحانية رح نتابع مع بعض المادة التالية مع زميلنا وليد هنايا كيف كانت الأجواء بالعيد. للمدينة القديمة في حلب تاريخ يشهده كل من مر عليها، وتمتاز بأجواء خاصة في عيد الأضحى المبارك، حيث رسم العيد الفرحة على وجوه الأطفال في أحياء وشوارع مدينة حلب التي اتجه الكثير من أهاليها إلى المنتزهات والحدائق وأماكن لعب الأطفال. كاميرا الإخبارية السورية جالت في محيط قلعة حلب ورصدت الأجواء ليلا بين الأهالي بعد عودة الأمن والأمان إلى حلب الشهباء. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله سوريا بخير يا رب. ان شاء الله بتبقى سوريا بخير وفرحانه على طول يا رب. ان شاء الله ينعاد عليهم بالخير والعافيه ان شاء الله يا رب. الشعب الحلبي كثير مبسوط وفرحان بهالعيد هذا، وخاصه بعد الانتصارات اللي عم نحققها بمعيه الجيش العربي السوري. بنعيد الجيش العربي السوري وبنعيد الشعب السوري الصامد اللي ضل بهالبلد. الحمد لله رب العالمين، نحن بألف خير الحمد لله. كل عام وانتم بخير، وبلدنا بخير، وقائدنا بخير، وجيشنا وشعبنا كله بخير. الأمور كلش حلوة والحمد لله أمان، والعالم شوف العالم هذه بالعيد، فمناسبة سعيدة إن شاء الله. منعيد نحن على الجيش العربي السوري، الجيش العربي السوري نعيد على الشباب. وعليكم أول شيء قلتون كل عام أنتم بخير إن شاء الله سنة الجيل، وعلى رجال الجيش العربي السوري كل عام أنتم بخير، الله يقويهم ويثبتهم إن شاء الله. نعيد كل الشعب السوري، قلنا كل عام وانتم بخير، وقائد الوطن بألف خير يا رب، إن شاء الله نعاد علينا بالسلام. حلب بلدي وربيت فيها، ويا محلى الشباب والصبايا فيها، أمان أمان يا يابا. نادمين ضمن أجواء الصيف والشوب والحرارة العالية والمرتفعة، محطتنا لليوم رح نتناول فيها المستشفيات، هيدا الأماكن اللي ما بتعرف الراحة بالأيام الاستثنائية مثل الأعياد وأيام أيضا أيام العطل، فالخدمات متوافرة ليلا نهارا لمواكبة الحالات الطارئة والإسعافية. اليوم رح نتطرق لهذا الموضوع، وأيضا معنا الدكتور محمد بدور اختصاصي جراحة عامة تنظيرية في مشفى الهلال الأحمر وأيضا مشفى الأندلس، وهو مشرف على قسم الإسعاف في مشفى الأندلس التخصصي. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية، عم تقلنا تحت الهواء هلأ جاي من المناوبة. من المناوبة لعنا على الهواء فورا. خلال فترة العيد وخصوصا هلأ فترة الصيف كتير يمكن من الحوادث يمكن بيتعرضوا لها المواطنين. خلينا كيف كانت نحكي خلال العيد، شو أبرز الأمراض اللي كانت متواجدة، وهلا أصلا بفصل يعني خلال فترة العطلة حتكون هي نفسها تقريبا. تماما. هلا المشافي بشكل عام خلال فترة العيد تكون بحالة استنفار وجاهزية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية منها والتخصصية والإسعافية، تحديدا قسم الإسعاف بسبب تواتر زيادة في تواتر الحالات اللي بتراجع قسم الإسعاف، اللي هي منها الردود بأنواعها وخاصة الردود الأطفال الناجمة عن الألعاب المراجيح وما سواها. أيضا لدينا حوادث سير
متفرقة، بالإضافة للاضطرابات الهضمية أو التسممات الغذائية خلينا نسميها اللي ناجمة عن تناول الأغذية سواء المخزنة بشكل سيء أو غير مراقبة صحية. نعم، يعني دكتور مثل ما حكيت في حالات بأيام الأعياد الأطفال أيضا عم نشوف من خلال نحن بفصل الصيف ففي درجات حرارة مرتفعة، ومثل ما بنعرف الأطفال بيحبوا الطعام اللي بيشتروا لهم إياه من السوق، الوجبات السريعة اللي فيها مايونيز، أيضا الحلويات المكشوفة، يمكن حالات التسمم هي أيضا ممكن هيك تمر عليكم كحالات إسعافية، خلينا نحكي أيضا عنها. طبعا هلا اللي عم نشوفه نحن المراجعين حالات اللي خلينا نسميها التهابات الامعاء الجرثوميه والفيروسيه اللي هي بيطلق عليها العام الماضي انه تسمم، كل شيء بيسموه تسمم، لكن نحن بنفصله وعم نلاحظ في حالات التهاب امعاء فيروسيه واخص بتجي عند الاطفال نتيجه ارتفاع درجات الحراره العاليه مع الافراط بتناول الطعام ولو كان صحي وجيد، ولكن مع الحرارة العالية بيصير في التهاب أمعاء فيروسي، بيقولوا مثلاً القريب اللي نازل على الأمعاء، فهون بيعطي أعراض التهاب أمعاء حاد وبيعطي أعراض الإسهال والإقياء وما شابه ذلك. التهاب الأمعاء الجرثومي أيضاً ينجم عن التلوث الأطعمة، سواء الأطعمة غير المراقبة صحياً تكون ملوثة، أيضاً عنا بسبب هلأ الحرارة عالية كتير خلال فترة الصيف هلأ الشهر هذا وخلال فترة العيد التخزين عم يكون عم يعرض الأطعمة لفساد بشكل أسرع، بالأخص الأطعمة اللي بتحتوي على البيض مثل المايونيز وما شابه، فهون عم يسبب لنا حالات التهاب أمعاء جرثومي حاد مع ترفع حراري وأقياءات وإسهالات، وأحياناً يضطر المريض للبقاء في المشفى لتناول السوائل وقت العلاج بشكل كامل. في عنا حالات تانية كمان غير موضوع الالتهابات الأمعاء، هي مرض التهيج الكولون، مرض الكولون. تمام. مرض الكولون العصبي بنسميه أو متلازمة الأمعاء الهيوجي IBS هو الحقيقة مرض منتشر انتشاره واسع 20% نسبته عالميا، يعني كل واحد من كل 5 أشخاص هو مريض مصاب بهذا. نعم أكيد. الحقيقة هو هلأ هو ما هو مرض خطير، ولكن أعراضه هي المزعجة، الأعراض اللي بتمثل أعراض التهاب الأمعاء، فكر حاله الشخص أنا مصاب بالتهاب أمعاء وتواتره عالي كتير، اجتنا كتير بفترة العيد من هالحالات هاي. هالمرضى هدول صراحة بينطبق عليهم المثل القائل إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني أنا كمريض مصاب بهالمرض مزمن وبيعرف حاله من زمان بيعرف كل شيء ممكن يأذيه وبيتجنبه بالحالة الطبيعية، تجي فترة العيد مثلاً الطلعات الروحات اللقاء الأهل والأصدقاء، فبيصير في مثل ما يقولوا بيترك الواحد يطلق العنان لنفسه ما عاد يلتزم بهالحمية، فبيجينا الأطعمة العالية الحريرات اللي هي الوجبات السريعة هاي كلها عم تأثر عم تعمل تهيج بالكولون، بيجينا المشروبات الغازية المشروبات الكحولية التدخين بكثرة الأرجيلة كلها هاي عم تعطي أعراض تهيج الأمعاء أو تعطي أعراض مشابهة لالتهاب الأمعاء، فكر حاله أنا معي التهاب أمعاء، وبالأسف في منهم بيروحوا بياخذوا دغري أدوية التهاب سواء عن طريقه هو أو عن طريق الصيدلاني بيعطي أدوية التهاب، هو ما له بحاجة إلى أدوية التهاب لأنه هو علاجه عرضي، بس نحن نوقي حالنا ونعطي شوية أدوية مضادة للتشنج وفقط لا غير، يعني هي ننبه كتير لمرضى الكولون بصراحة ما تفكروا حالكم أنه دغري صار معي إسهال وإقياء معناه أنا التهاب أمعاء، لا، راجع الطبيب هو اللي أقدر على تشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب. يعني كمان لما نحكي عن الأمراض في الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط كمان يمكن في حالات كانت عم تجي لعندكم على المشفى. أكيد. هلأ الحقيقة مرضى الضغط والسكري والأمراض القلبية بشكل عام هدول أكثر المرضى اللي لازم ينتبهوا للقواعد الصحية بشكل عام. خصوصاً عيد وحلو. تماماً. يعني كتير معرضين للسكري. نجي فترة العيد مثلاً إحنا مجتمعنا مشهور بفترة العيد مجتمع ضيافي كرم الضيافي عنا، فالحلويات بأنواع. ولازم الشخص يدوق كل نوع من انواع الحلو اللي شغله ضروري فهون مريض السكري عم يرتفع معه السكر عم يتعرض لاضطرابات بيكون هو ماشي على نظام حميه معينه بيقول لك يلا
ناخذها هلا. شوف مرضى السكري عم ياكلوا كثير صايرين. تماما تماما هذا اللي عم يصير، انه هلا فتره العيد وهيك وبيقول لك الواحد انه فري، انا خليني هلا فري اعمل نظام، ولكن هو بيدخل بمشاكل الصراحه، ارتفع السكر معه قد يضطر دخول المشفى. بالاضافه مثلا للمنبهات، عندنا المنبهات القهوه مثلا هي بروتوكول، انه في قهوه اهلا وسهلا وفي قهوه مع السلامه، بيطلع الواحد خلال الزياره شربان شي 10 قهوه بعد الغداء كمان شربان شي 10 فناجين قهوه، وهذا الصراحه بيضر مرضى القلب ومرضى نقص الترويه القلبيه. عندنا كمان كثير شغله مهمه كثير لازم ننبه عليها مرضى القلبيين اللي عندهم نقص ترويه، الافراط بالوجبات، يعني اللي بتقل الوجبه الصراحه عم ياكل عم تجينا حالات اكثر من الشبع. تماما اكثر من الشبع، هون عم يصير اللي مريض نقص الترويه عم يزيد نقص الترويه عنده، فعم احيانا عم يصير حالات احتشاء من وراء هالموضوع، ودائما نحن عم نشوف حالات الاحتشاء بعد تناول الوجبات الثقيله. كمان هدول المرضى نحن بننبههم انه عدم الافراط، الاعتدال بكل شيء، لا تحرم حالك من شيء بس يعني باعتدال بتوازن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقوم صومه فإن كان لابد فسلسل لطعامه وسلسل لشرابه وسلسل لنفسه. هالقاعدة كتير مريحة لمرضى، لكل الناس بشكل عام، للأصحاء وللمرضى بحد ذاتهم بيتبعوا هالقاعدة، أنه ما يشبع الإنسان أولا، ما بيصير في سمنة وبدانة اللي عم نلاحظها شائعة كتير هلأ صارت بهالوقت هذا، وعم نعمل عمليات السليف او القص المعدي اللي هي عم تجبر المريض على الحميه القسريه، لانه في ما في عم يلتزم بنظام الحميه فعم يلتزم فيها اجباري عنه بقص المعدي صراحه. صحيح، يعني يمكن دكتور حكيت ونوهت لشغله كثير مهمه حتى نرمين، يعني دائما الاعتدال باي شيء، بالاكل ما عدا شرب المي لا شرب المي كمان ننسى نشرب مي شرب يعني المي كمان احيانا الواحد انه والله اشرب مي بس لمجرد عدم الاحساس بالعطش ما بيصير، مع انه بينصحوا يعني في اخصائيين التغذيه والرياضه شرب المي شرب المي بمعدلات يعني كمان اذا زعت عن حد ونقص تماما يعني مو انه الواحد يضل يشرب تفراغ سندو، يعني كمان شرب المي يعني اقل شيء 3 لترات يوميا بحاجه الانسان الطبيعي لثلاثه، والله ما بنلحق كاسه نحن تماما، هي اقل شيء، وفعلا نحن بنحس حالنا انه احيانا ما بيشرب الواحد مي بينسى حاله، بالاخص فتره الصيف في فقد سوائل كثير، في تعرق، في روحات وجيات ومشي، فهون لازم كمان يكون السوائل كتير لازم ينتبه عليها، وتحديدا لمرضى هلا مرضى القولون كمان العصبي، هدول لازم ياخذوا سوائل كتير، لانه مريض القولون هو عباره عن عم يصير معه اضطراب بوظيفه القولون، امساك واسهال، لما عم يصير عنده مثلا هو الامعاء عم تشتغل بسرعه عم يصير في امتصاص، نقص امتصاص للسوائل عم يصير اسهال، لما الامعاء بتبطئ عم يصير في تخمر عم يصير امساك، فلذلك الماء بيساعد على حركه الامعاء بشكل جيد لمرضى القولون العصبي تحديدا. هلا في ما بعرف اذا صح ولا لا، بيقولوا انه السيجاره او التدخين صح بتحرك الامعاء ولا لا؟ هي خطا هيك بيقولوه شائع، صرت بالفتره الاخيره سمعانتها كثير لهي المعلومه، فطبيا صحيحه ولا لا؟ هلا هو الارجيله او التدخين، هو اللي قال لك شغله، هلا موضوع الارجيله مختلف عن موضوع التدخين، الارجيله ممكن لانه موجود فيها ماده الجليسرين، الجليسرين بتحرك الامعاء بس مو تحريك امعاء بشكل صحي، يعني مو معناتها انه انا عندي امساك باخذ ارجيله بس بنقول سيء يمكن او غير طبي. الانسان الطبيعي لما بياخذ الارجيله بيحس حاله انه حركت امعاء، وتحديدا مرضى الكولون، مرضى الكولون العصبي بصير عندهم تشنج كولون كثير، فالتدخين بشكل عام اضراره سيئه، ما فينا نقول انه في شغله منيحه بصراحه، لانه التدخين هو عاده سيئه، احيانا ممكن الواحد يلاقيها منيحه لانه حاله نفسيه، لكن بدخن سيجاره بنبسط يعني بدخن نفس ارجيله بنبسط، ولكن هو بصراحه عادي سيئه طبيا ما انا مثبته اذا بدنا نقول يعني كصحته. لما بالفتره الاخيره كثير سمعت يقولوا لي انه بدي اشعل سيجاره او بدي مثلا تماما، هلا هي باعتدال مثل ما قلنا، هلا مثل ما تفضلتي حضرتك الاعتدال بكل شيء، يعني ما عم لك انا سيجاره ولا نفس ارجيله قاتل يعني، بس ولكن الاعتدال يعني انا في ناس يعني سيجارة مع تماما سيجاره باليوم مع فنجان قهوه تمرق. ما تمرق ولكن مو انه نزيد من والله باكيتين ثلاثه باليوم او شيء 4-5 نفاس باليوم، هذا صار افراط، الافراط بتقلب لضده. خلينا نحكي كمان شوي معك دكتور، يعني نحن بقابلها بقصة الشمس قويه بعدها، الاعراض الصحيه يمكن او الامراض يمكن اللي ممكن نصاب فيها هي كثيره ممكن تكون، خلينا ناخذ منك شويه نصائح كيف ممكن نحن نتعامل مع الصيف وحراره الطقس. تماما، هلا نحن اهم شيء ننصح الناس بشكل خاص الاطفال،
يعني بنصح الاهل ينتبهوا لاولادهم. الولد ما بيعرف اللي بده بالصيف يلعب، ما بيهمه انه وقت ذروه او ظهر او مغرب او عصر، فنحن اهم شيء وقت الذروه. وقت الذروه هو فتره الظهيره لحد فتره العصر، يعني بنبلش من الساعه 11 12 لبعد الاربعه. هالوقت الشمس كثير بتكون مضره لانه بتكون كثير عموديه واشعه قريبه من الارض. هون لازم نتجنب الخروج الا للضروره، واذا كان لابد يستخدم واقي مثل طاقيه او شمسيه. هي امر كثير ضروري. رقم اثنين، الاكسار من شرب السوائل. نرجع ناكد عليه، الاكسار من شرب السوائل بيكون في فقد سوائل، بنرجع نحن لازم نعوض هالسوائل المفقوده نتيجه التعرض. الامر الثالث انه نحاول قدر الامكان نبعد الاطفال عن الاغذيه غير المراقبه صحيا. الباعة الجوالين مع الاسف احيانا ما بيراعوا قواعد السلامه بالغذاء، والطفل هون بيتعرض انه احيانا بياكل اي شيء ممكن يعني التهابات اماء. تمام دكتور، حكيت كلمة كتير مهمة، الطفل ما بيعرف صحي وغير صحي. من واجب الأهل شوي بأسلوب معين يقنعوا أطفالهم، بيمكن حتى حالات ضربات الشمس اللي عم تصير للأطفال. يعني هلأ بالأعياد نرمين عم ينزلوا على محلات الألعاب الظهر، طيب أنه يعني لو بعد الظهر اخذناهم ليش نحن لنعرضهم للخطر؟ هن رايحين لينبسطوا، ليش نحن لنمرضهم؟ قديش الاهل لهم دور ايضا؟ تماما، قديش هيك لازم بس ننوّع هاي القصه. كثير لهم دور الاهل، يعني طفل مثل ما قلت انا، الطفل ما بيعرف، بيحب يلعب، بيحب هي تماماً. فنحن هون دورنا نحن ننبهه انه مثلا هلا هالوقت هذا نحن بدنا نروح، بس بعد الظهر بتكون خفت الشمس. باسلوب بسيط بالاقناع الطفل بيقتنع. اما احيانا والله اذا بده يتركه على راحته، لا بيحب يطلع يضل 24 ساعه برات البيت. نعرف من اولادنا كان هلا يعني. المخرج تحت الهواء عم يقول لنا انه اخذ لقطه لاطفال هلا عم يلعبوا 11 الصبح 11 ونص. تماما هلا هلا الساعه 11 وثلث، يعني يعني حرام هلا بهالوقت هذا. وعم نشوفهم عم يجونا نفس الحالات، التهابات امعاء، يعني التهاب امعاء مو جرثومي، ما اكل شيء الولد هون، ولكن شو تعرض للحراره تعرض للحراره مع شويه تخبيص ولو كان بالبيت، يعني اكل اكل بالبيت منوع ومشروب. يمكن هاي الحاله كمان عم نشوفها بالروح على المسبح، يعني بعد رحت المسبح رايحين لينبسطوا بيجوا على الولد مريض. تماما. فشو بيكون السبب كمان؟ تماماً الشمس. تماما الشمس، المي، اول شيء المي بارده بتكون بالمسبح اول ما بينزل عليها الطفل. بيطلع من المي البارده بيتعرض للشمس. بالاضافه لانه ما في مسبح هلا صار الا في ماكولات. لازم الطفل يطلع جوعان من المسبح، لازم ياكل ولازم يشرب. فهون كمان عم تصير نفس الحالة اللي هي بتعرض لها سواء بالمراجيح أو بمكان بالسوق وبالحديقة. نعم، يعني دكتور بدنا نشكرك، بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نشكر النصائح يلي قدمت لنا اياها. حتى هيك شوي الأهالي معلش يتعبوا إذا أخذين أولادهم على المسبح مثل ما قلتي نرمين، يلفوا لهم سندويشات من البيت ما بيأثر. إن شاء الله يا رب هيك ما حدا بيمرض، ويكون أيام العيد أيام خير وبركة علينا وعليك. شكرا إن شاء الله. نتمنى الصحة للجميع. آمين. يعني تفضل. نتمنى الصحة للجميع، ونتمنى الالتزام بقواعد اللي قلت عنها وحكيت عنها، عدم الإفراط في الشيء. دائما نحن ما نحرم حالنا من شيء، ولكن نفس الوقت ما نفرط بالشيء اللي بنحبه من انواع الغذاء، لانه بينعكس على صحتنا. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير دكتور. يعني من خلالك تحيه لكل الكوادر الطبيه السوريه اللي كانت مستنفره خلال العيد، ولكل الجهود. شكراً. الدكتور راجل. محمد بدور، اختصاصي جراحه عامه وتنظيريه ومسؤول قسم الطوارئ في مشفى الهلال. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، شكرا لكم. شكرا لك. اما هلا نرمين رح نروح لمحافظه السويداء. السلام والامان هو عنوان لباديه السويداء التي عاشت اجواء عيد الاضحى بفرحه مختلفه هذا العام. كيف كانت الاجواء على مدى الايام الماضيه؟ منتابعها مع شام حمدان. تعيش محافظة السويداء أجواء عيد الأضحى المبارك هذا العام بشكل أفضل من الأعوام السابقة، وذلك بفضل الانتصارات التي حققها رجال الجيش العربي السوري في بادية السويداء وإعادة الأمن والأمان إلى المنطقة الجنوبية بشكل عام. كل عام وأنتم بخير وسوريا بخير، وإن شاء الله سوريا
تضل بخير بخير. إن شاء الله تنعاد على جميع بخير وسلامة يا رب. شيوة والحمد لله. أهالي المحافظة وزوارها عبروا عن فرحهم بهذا العيد متمنين عودة الأمن والأمان إلى كامل الأراضي السورية. العيد بشكل عام كثير ممتاز وأحلى من السنين اللي مرقت قبل، بوجود الحرب وبوجود الأشياء اللي صارت بالبلد عنا. أمنياتي أنه يعم السلام بجميع البلدان كلياته، أهم شيء هون سوريا، وألف رحمة للشهداء جميعا. الأجواء ممتازة والله يديم هالفرحة وهالشباب مبسوطة بهالعيد إن شاء الله كل سنة وانتم سالمين. كما توجه أهالي المحافظة بالشكر لرجال الجيش العربي السوري الذي بفضل تضحياتهم ودمائهم عادت فرحة العيد، متمنين لهم الخير والسلام والنصر القريب. هذه دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحبب جراح. سالي، وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم مع فنان سوري منفتخر فيه وبيحبوه الكتار. ابتعد عن الأطر في الأداء وترك للعفوية أن تصيغ لنفسها مكانا في عالم الكوميديا، فاستطاع أن يصنع لنفسه اسما في وسط تتزاحم فيه الأسماء والدخلاء، لكن بخيارات درامية بقيت ثابتة استطاع أن يرسم الابتسامة، وفي خيارات أيضا درامية استطاع عبر تقمص شخوص درامية أن يترك أثراً كبيراً. الفنان يلي دائماً مرحب في عبر شاشة الإخبارية السورية معاً عبد الحق ضيفنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بعدنا بأجواء العيد. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير، صباح الخير، وإن شاء الله أيامنا كلها أعياد وأفراح. وشكراً كثير على الاستضافة. الإخبارية السورية محطة عزيزة على قلبي جدا لأسباب كتير، وأنا سعيد أن يكون ضيف عليها. شكرا جزيلا. وأكيد نحن منتشرف فيك فناننا السوري معين يلي بترسم الابتسامة على وجوه كتار ومنه نحن، يعني قديش حلو أنه أول ما يشوف الواحد شخص يبتسم، فهذا شيء ما هو بالسهل أبدا، هو شيء بيعتمد على طبيعة داخلية يمكن بتعكس للآخر فبتخليه يبتسم. منا ما بيدور على الابتسامة. خلينا بأجواء العيد اللي نحن هلأ فيها، ما زلنا فيها طالما في عطلة، من خلال تواجدك هيك بين الناس كيف ملاقي أجواء العيد السنة؟ هلأ الحمد لله هو سنة عن سنة، يعني بالعيد وخارج عيد، لكن بالعيد بشكل أساسي بيتجلى هالمظهر هاد، استعادة الناس لحياتها، لتعبيرها، لعفويتها، لمشاعرها، لوجودها مع بعضها. شاهدت على محطاتنا السورية المتنوعة تقارير من محافظات القطر سوريا المختلفة، وجود العالم مع بعضها، استعادة نموذج الحياة الدائم اللي كانت سوريا فخورة فيه. الحمد لله هذا الإنجاز، يعني هذا التجلي المدني للإنجاز الأمني والعسكري، الحمد لله يعني هو مصدر الراحة والطمأنينة ومصدر الشعور بأنه الحمد لله. هذا الفرح هو كمان عنوان من عناوين إنجاز النصر. فكل عام وانتم بخير جميعا والبلد بخير، وهي سوريا اللي منحبها.
الحمد لله. يعني مع اللي بيشوفها صفحتك على الفيسبوك دائما انت من الناشطين على السوشيال ميديا بشكل نعم. كتير كبير. من الناشطين بفتح الحسابات من كثر ما عم تتسكر الحسابات. يعني بهذا الموضوع دائما متابع لاي شيء سوري. نعم. خلينا نحكي عن هي حالة التعلق اليوم بسوريا. لا شك شوفي يعني نحن بلدنا في اسباب كتير لانك انت تحبي. ممكن بعض هي الأسباب توجد أو تكون متقاطعة مع أسباب ببلدان أخرى نا أهلها يحبوها، هذا شيء عموماً موجود إنساني عام، لكن في مسائل أكثر مبررات ودوافع أكثر أهمية وخصوصية لابن بلادنا وبلدنا تحديداً وسوريا تحديداً أنه يكون هو أكثر إصرار على هذا التعلق، يكون التعلق فيه أكثر تجذر، لانه هو يعني معلش نحن كوننا على الاخباريه بنقدر يعني انا احيانا بمحطات اخرى شو بيقولوا بفلتر الحديث بحيث ما يروح ياخذ المنحة، بس انا على الاخباريه يعني لا عندي هذا الهامش بعتبر طبعا لا، بس هي الفكره الاساسيه انه نحن ببلادنا عندنا دوافع اكثر ربما لنكون اكثر تعلق، ليكون تعلقنا اكثر تجذر مثل ما قلت. هذا بلد عنده قضيه، بلد قضية أو على الأقل خليني أقول لك هي قضية من أسمى القضايا الإنسانية عموما، فأنت مو بس على المستوى الجمالي بتحبي وهو جدير على المستوى الجمالي، لكن أيضا على المستوى بين قوسين لا أدعي ذلك، لكن بالعموم على المستوى النضالي على المستوى الانتماء في قضية أنت تربطك وبتعنيك، وهي أحد أهم أسباب شعورك القوي بالانتماء للبلد هي هذه القضايا، قضية اللي هو التزم الدفاع عنها، قضايا العربية عموما والقضايا الوطنية بشكل خاص. فلذلك طبيعي يعني أنا بيسعدني أن يكون ابن هذا البلد، ربما هذا أهم الأسباب يعني. تماما. يعني معا من خلال عفويتك، من خلال صراحتك وتواجدك بين العالم، استطعت انه تخلق كاركتر خاص فيك، بصمة خاصة فيك، يمكن بيميز انسان عن انسان هو بصمته بالحياة، ممثل، فنان، مذيع، كل انسان له بصمة بالحياة وكاركتر خاص بيميزه، العالم بتحبه، ولكن في عالم لا، بس الأكترية هنا بيحبوا هيدي الصفة العفوية، القرب من الناس، مشاركة الناس همومها، بيقول لك ايه مو شايف حاله، لا ليش نشوف حالنا، يعني هيدي الكلمة كتير منسمعها، ايه مو شايف حاله، والناس بتحب الإنسان المتواضع، مما منا ما المتواضع دائما هو مترفع عن أي شيء، قديش العفوية مهمة بحياة الإنسان والفنان بين قوسين يعني. إيه لا شك يعني هلا شوفي العلاقة مع الناس عموما سواء من خلال الشاشة أو بالحياة الواقعية لازم قدر الإمكان الواحد يحافظ على طبيعتها. كمان مرة أخرى نحن كتير أحيانا بنشاهد على محطاتنا ناس كبار بمواقع كبرى من المسؤولية هم دائما يلتزمون التواجد مع الناس رمز تماما والعلاقة مع الناس والتواصل معه علما انه هن بمواقع مسؤولية كبرى. طيب الممثل او الفنان عموما هو يدعي دائما انه هو من خلال الاعمال الفنية يتحدث عن هموم الناس او عن مشاكل الناس او قضايا المجتمع. طيب من غير المقبول بعتقد كثير انه الناس تلمس مفارقة عنده انه بالوقت اللي هو يدعي على الشاشة انه من خلال الدراما او من خلال لقاءاته انه هو مثلا يعبر عن ازمات الناس ومشاكلها وهمومها، فاذا به بالحياة يتعالى على الناس. بعتقد هي مفارقة اكيد من حق الناس انه ترفضها او تنقضها او انه تعلق عليها. لذلك يعني الاقتراب من العالم قدر الامكان طبعا يعني معايشته باماكن مختلفه باماكن حقيقيه باماكن البسطاء اكثر هي المفروض انه يعني يلتزم الشخص، خاصه اذا كان يدعي الحديث ايضا بقضايا عامه. في كثير مفارقات عنا انه كثير ناس تتصدى لقضايا عامه سواء فنيه او غير فنيه على مواقع التواصل بالوقت اللي هي يعني عندها حواجز او عندها مسافه عن عامه الناس. طيب المصداقية هون
يعني بعتقد انها يعني تفتقد بهيك حالات. فعسى انه فعلا الواحد يقدر يحقق هذا الشيء. والقصص اللي لها علاقه بالكوميديا كمان تستدعي كمان انك انت اقتراب من الناس. بالنهايه اي ممثل عم ينهل من هالعالم كثير من المفارقات، كثير من الاحاديث، كثير من المواقف. احيانا فقر الافكار الجديده بالدراما سببه عدم الاحتكاك الحقيقي مع الشارع. لما انت بتحتكي مع الشارع هو بيعطيك نبع مثل ما بتقولي للافكار وللقصص وللحكايا بشكل حقيقي. فيعني الواحد يحافظ على هي المساله، مساله مهمه جدا. يعني معن لما نسال الناس شو اكثر دور بيتذكروك فيه، بتعرف شو هو؟ شو اكثر؟ باب الحاره، الصيف، الصيف الاعمى، مع انه هو كان دور بجزء اول لمسلسل يمكن امتد لاجزاء، وكان نعم. دور اذا ما في يعني بدي اقول هو ما انه مصنف بطوله كثير اثر. شو السبب؟ نعم. بتحس انه الفنان اليوم هو عن جد بدور صغير قادر يبصم بذهن الناس، ما انه بحاجه دور البطوله؟ هلا هو شوفي يعني اذا بدي لك شو السبب هلا عموما يعني اعتقد انه دائما بكرر هذا الشيء ما عندي مشكله بصراحه، اعتقد انه الاجزاء او الجزئين الاولين يعني من العمل باب الحاره اعتقد انه انتم شو بمنطق مختلف يعني. حتى الناس اللي اشتغلت فيهم اشتغلت بمنطق مختلف، ما قبل النجاح غير ما بعد النجاح. فهو لما اشتغلناهم كان لسه ما حدا عنده احساسها، انه ما حدا بيعرف انه والله هذا العمل راح ينجح النجاح. بالتالي العلاقه مع العمل كانت علاقه عفويه اكثر، اقل تجاريه، ذهنيه اقل تجاريه، وهذا الشيء ادى لنتائج ايجابيه اكثر مما صار فيما بعد. احيانا كثير انت يتاح لك الاعمال الشاميه عموما لها حضور ومتابعه. هلا كثرتها اساءت الى مدري شو، هذا حديث طبعا يعني اكيد صحيح. لكن يعني كان لها حضورها وفيها ادوار دائما لها خصوصيه، من بيناتها الادوار اللي ما يسمى، بتعرفي الاعمال الشاميه فيها طابع ادوار نمطي يعني السلبي والايجابي، الخير والشر. صحيح. فهي ادوار الشر القليله اللي فيها تترك بصمه، تترك اثر يعني. فربما كانت فرصه من الفرص يعني اللي هذا بالنسبه للممثل قد يشكل يعني اغراء للدور اكثر ما انه دور تقليدي. فربما هذا احد الاسباب يعني. وعموما كل الممثلين اللي كانوا موجودين بهذا العمل يعني حظيوا بنجاح وشهره يعني. صحيح. اكيد ناس من ورق ببساطه وكونتاك، هذا كان ابرز عناوين المسلسلات اللي حضرتك شاركت فيها بالموسم الرمضاني الفائت بعالم الكوميديا، هذا العالم يمكن اللي بيشوفوك الناس هيك قريب منه او هو حلم يعني لكثير على فكره من الفنانين ما بتقدر تجسد كوميديا، يعني مو كل فنان بيقدر يجسد كوميديا، الكوميديا ما انا بالموضوع السهل ابدا، يمكن الملامح الوجه اسلوب الشخص ويحلم يكون بعالم الكوميديا اللي هو اقرب للضحكه للعالم، العالم هلا مشتاقه تضحك بظروفنا واثروا عند الناس ملموس اكثر 100%. يعني هلا العالم ما بدها الندب والبكي، بدها الضحك. فالكوميديا لوين بدنا نوصل بالكوميديا؟ وهذا الشيء بشخصيه معن عبد الحق هلا طبعا يعني هو طبعا جزء من خليني اقول نمط حياه من شخصيتي كذا طبعا يعني. حتى لما درست بالمعهد وتخرجت وبدايات الاعمال اللي اشتغلتها كانت الخيارات الكوميديه هو جزء من رغبتي يعني. انا ما كثير عندي مشكله بانه احيانا بيفترضوا انه لازم الممثل انه تبع يحب الادوار كلها ويكون شاطر بكل الادوار بهذا المنطق. انا ما كثير عندي مشكله انه لا، واحد ممكن يكون متخصص بشيء اكثر رغبه واكثر تميز بمجال معين. بالاخير انه الكوميديا ان شاء الله يعني انه تستعيد يعني انتاجاتها الجيده. مساله ما انا سهله مثل ما تفضلتي حضرتك اكيد يعني، لكن هي اعتقد انه كمان انا ما كثير بعتقد انها تكتسب، مساله لا تكتسب. هي عموما كفكره نقول بالفطره ممكن كفكره الموهبه عموما هي مسائل انه ممكن تكون موجوده بالشخص او ما ممكن تكون موجوده. لذلك انا لا انصح يعني اللي ما بيلاقيها بحاله انه يجرب، لانه هي عموما نتائجها ملموسه وقاسيه يعني ردود افعالها. وهلا نحن صار عندنا مواقع تواصل، فالواحد حتى يعني لو كان مفترض بحاله او الناس مفترضه فيه انه هو كويس بالكوميديا بيبقى يعني مثلا ممكن يكون في شيء 100 تعليق لنفترض انه ايجابي تجاهه، بس في تعليق قايل له نعم ما اساله فهو يعني بصراحه بياثر فيه يعني بيقول يا الله يعني انه عن جد شو كان بدي بهالفوته. لا يعني بعدك فيها مسؤوليه يعني. بالكومنتات السلبيه او التعليقات السلبيه ولا لا اكتسبت لا هلا ليك كله مؤثر لا شك يعني. حتى الواحد ما يقول لك انه لدرجه
كومنت بضايقك ولا لا؟ لا نتجاوزناها. لا ليكي بتاخذيه بعين الاعتبار هلا. بدايه ما بدايه هي مساله قد ايه بتحسي انه اللي كاتب عم يكتب بدوافع فعلا نقديه صح؟ صح. اما قصه انه بياثر ايه طبعا تعليقات تاخذي لانه بتاخذي انطباعات من العالم، بس بيبقى انا بقول لك شغله، بيبقى احيانا في شيء هون خليني اقول لك انه بيلعب دور اكبر، هي مساله النسبه والتناسب. يعني انت مثلا مثل ما حكيت لما بيكون عندك اغلب التعليقات هي إيجابية. عم تتعامل بايجابيه هلا، لانه بالنهايه ما في اجماع، يعني ما في اجماع بعالم الفن عموما وبالكوميديا خصوصا، ما في اجماع. انت بالنهايه ممكن كثير عالم تضحك لممثل كوميدي وتحبه، بس يكون في رأي تاني طالع قايل لك انه لا انا هذا ما بقدر اتحمله. هذا موجود حتى مع اكثر الممثلين يعني محبه وجماهيريه عند الناس، فبالتالي الواحد ما بده يستنى من العالم كله انه بس انه مثل ما قلت لك انه تكون الكفه طابشه. يعني اي بيقولوا ارضاء الناس غايه لا تدرك، يعني مو معقول شخص يحبه الكل. ما في ما في حتى على عالم الفن ما فيه اجماع انه صح. والله بكل الانواع الدراميه ما في اجماع على ممثل او نجم او انه حتى يعني على مستوى العالم بانه هذا يعني خلاص مطلق. ما في يعني دائما في شيء له علاقه بالذائقه وبالثقافه وبالتقبل. يعني ممكن حدا انت تقدري تضحكي له، حدا قد ما كان ناس بتشوفه ظريفة انت عندك اسباب ما تشوفي ظريف. صحيح. هذا يعني ما ممكن انه التحكم فيه. صحيح. هي حالة متفاوتة بين الناس وازواء العالم، في عالم بتتجه للكوميديا، في عالم بتتجه لمنحى اخر. مثل ما قلت ودائما نحن بناخذ النقد البناء بعين الاعتبار، بس شو اللي بيأثر فينا؟ الكلام الكيدي يلي مثلا مدفوع له كثير عم نشوفه على السوشيال ميديا. في دوافع أخرى موجودة أحيانا. السوشيال ميديا صفة جيد وسيء بنفس الوقت، هو كمان منطقة لتفريغ أحقاد وحسد صاير كمان. وبنفس الوقت لا، نحن ليش ما نستثمره مثل ما قلت لا النقد البناء. أنا وقت يجي إنسان ينتقدني بصورة لائقة بالعكس هو عم يعطيني شيء إلي لحسنه أنا، وأما وقت مجرد ما أنه بس يحكي أو مجرد أنه يشهر فهو شيء كتير سيء، ويمكن هذا اللي بيأثر فينا. هلا إيه هلا أنا من المفارقات أنه هلا مثلا على قصة مواقع التواصل انه يمكن انا صفحات الفنية اقل صفحات بتابعة اغلب تركيزي اكثر على الاهتمامات مختلفة لها علاقة يعني بمسائل سياسية او بهيك اكثر من المسائل الفنية، يعني قليل اتابع حتى الصفحات الفنية عموما قليل. اضافة لشغلة انه يعني اهتمامات الصفحات الفنية، وهي فرصة لحتى يعني نقول ملاحظة، يعني حقيقة يعني ما عندك صفحات فنية موجود لكن ما أنا شعبية كثير عنا. يعني عنا الصفحات الشعبية هي المهتمة بالصاعدين والصاعدات أو بالصاعدات أكثر ما يصطلح عليه الصاعدات يعني، فبغض النظر فهي يمكن بتلم معجبين ومتابعين للصفحات لايكات. إيه يعني أنت بتشعري بعد فترة إنه يعني ما أنك كثير معنية، إنه هذا يعني ما أنا مسألة لسوية فنية مهمة يعني إنك تتابعيها، لكن أحيانا يعني بتقريهم لغاية التهكم والسخرية. إيه موجود يعني هذا الشيء. يعني في عندك نشاطات جديدة كمان، صرت زميلنا بالتقديم، نحكي عن تجربة التقديم. إذا بدنا نحكي الإذاعي في عندك اهتمام، والتلفزيوني اليوم خبرنا عن هالتجربتين. هلا هي جزء من اللي دائما أنا بقوله، عموما رغبتي بالاستجابة لكل أشكال العمل المتاحة ضمن سوريا كجزء من خيار أكاد أكون يعني حسمت الأمر فيه، إنه أنا ماني يعني بصراحة عن تجربة عم بحكي، وهذا شيء شخصي يخصني. أنا ماني كتير مع قصة إنه في إمكانية بالأخير لأنك تكون، أنا ماني ممثل دبلوماسي. عموماً الصفة العامة للفنانين والممثلين هي إنه الدبلوماسية والابتعاد عن المواقف الحادة وكذا لا تمشاية المصالح يعني. صحيح. أنا ما كتير من أنصار هي المدرسة، عرفتي كيف؟ فلذلك يعني تقريباً أخذت قراري بإنه ما هو متاح ضمن سوريا سيكون مجال العمل، غير عابئ بما يترتب ربما من طموحات بأماكن أخرى أو هيك لأسباب العلاقة بقناعاتي. صحيح. وبالتالي جزء من هذا الشيء الاستجابة لكل فرص العمل. هلأ هذا شكل من أشكال العمل، ربما سابقاً أنا ما أرغبه كتير، وأنا حدا بيحب أنه الممثل يضل ممثل، بحب التخصص ما كتير. أنا دائماً كنت أقول أني ماني من الأنصار أنه الممثل يعمل يظهر بشكل آخر غير مجاله، مهنته الأساسية تمام غير مجاله. هلأ
نحن بلشنا بهذا العمل ليه مثل ما حكيت انا اسباب يعني من اسباب استجابتي له بلشنا فيه ضمن نمط له علاقه مثل ما تفضلتي بالتقديم. في اشياء حلوه انا حبيتها فيه للامانه. فريق العمل مشكورا بقول لهم صباح الخير وكل عام وانتم بخير. اختار شوفي نحن بوقت بالاعلام في عندنا مفهوم العولمه. عم يطلع برنامج لنفترض بامريكا الملعونه امريكا يعني يعني مثلا فنحن بفتره العولمه عم نجي نستدعي محطاتنا العربيه عموما تستدعي هذا البرنامج وتستنسخه وتعمل عالم. طيب عموما انا لي رايي يعني هي البرامج تنتج بمجتمعات مختلفه عن صحيح. مجتمعاتنا وبمعايير مختلفه وانا ضد استنساخها بصراحه وضد فكره العولمه الاعلاميه هي. هلا احدى الشغلات اللطيفه او المميزه بالنسبه لي بهذا البرنامج هو ان البرنامج لا يمت بصله لشيء يعني ما نو حدا مثلا انا جاي عم قلد برنامج امريكي ولا برنامج اجنبي او برنامج عربي مستنسخ او كذا. لا لا هو فكرته محليه بحته بسيطه جدا. فريق العمل يعني اقترحها واشتغل عليها وبحث عنها. رحنا الى مقهى بسيط في دمشق قريب من الناس يمكن بيشبه شخصيتك اللي نحن متعودين عليها القرب من الناس. وهو انا عندي محبه لقصة ما قلت لك انك انت الخصوصيه انك انت تروحي عكس العولمه انك تروحي للشيء الخاص الشيء القريب من بيئتك. هلا هذا الشيء مع الوقت انت بتحسي انه عم يلاقي عند العالم قبول. طيب انت ما انك مضطر تروح تستنسخ برنامج عرفت علي شلون تجيبه من هاي المحطات وكذا. لا اعمل انا انه انا مساير للحاله فيني اعمل بصمتي لا فيني ابحث عن هويتي. هذا برنامج على بساطته فيه هويه فيه هوية مكانيه فيه تاريخ. نحن امام سور قلعه دمشق اسوار دمشق العاليه امام تمثال صلاح الدين قريبا من سوق الحميديه. حلو. اضافه لمثل ما تفضلتي القرب من المجتمع من الناس هذا الشيء اعتقد انه بيلامس العالم اكيد وهو بالنسبه لي كان مميز. يعني يمكن لاحظنا مع انه ما في حياد يا ابيض يا اسود مع التخصص مع الشغلات يعني ما عندك مثل ما بيقولوا لا ما في حياد. لا وانا اصلا فكره الحياد حسيت انه ما في حياد وخاصه قلت لي انا ماني هو الدبلوماسيه مطلوبه ولكن مو بالعمل الدبلوماسيه مو بالعمل كيف بدنا نقول مو انه بالحياة التعامل في عمل معين ما بيتطلب الدبلوماسية مثل انه مثل ما قلت يا نكون هيك يا لا هيك. في مسائل شوفي رح اقول لك شغلة الدبلوماسية كمفهوم بالعلاقات الاجتماعية تماماً. هي طبعا شيء موجود بحياتنا كلياتنا ومنمارسه لكن انا هون عم بحكي عن قضايا مفصلية وجوهرية وفيها مفارق طرقات. لا بالنسبة لي ما انا عم بحكي عن حالي انا بالنسبه لي لا يمكن اني اتماها مع خيار مناقض لقناعاتي. ما فيني وماني مضطر وحتى لو مضطر يعني يعني بس ماني مضطر على مستوى شخصي يعني بمعنى انه انا قناعات انا ما خلص في خيارات وفي حدا بيتحمل مسؤوليه خياراته هي وبده يترتب عليها مواقف من الاشخاص وبالتالي هذا خياري بوضوح وبعلنية ويعني كل ما يترتب عليه أتحمل مسؤوليته. أكيد نتشكرك اليوم كنت معنا بهي الدردشة الصباحية وأنا واثقة كنت كتير قريبة لقلوب الناس اللي عم تحضرنا. شكرا كتير لك وكل التوفيق بأعمالك المستقبلية. شكرا لكم صباح الخير وشكرا للإخبارية السورية العزيزة وتحية لكل العاملين بالإخبارية وشكرا جزيلا كل عام وانتم بخير وجيشنا وقائدنا بخير. تحيتنا لك كل الشكر لك شرفتنا ونورت صباحنا لليوم معنا عبد الحق. ان شاء الله بنشوفك محل ما بدك وبالمجال اللي انت بتحبه وهيك نشوفك بين العالم وبعيون العالم اكبر واكبر. شكرا جزيلا شكرا. لكم شكرا, شكرا. بدي اتشكرك سالي بالنهايه واتمنى لك باقي نهار ظريف لكل قارولوره ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يا رب تكون حلقتنا اليوم نالت اعجابكم. لاقونا دائما بكره الساعه 9 وراح نكون بحلقه خاصه مع زملائنا سلمى وزينب. بدي اتشكر كل العاملين بالاخباريه السوريه زميلتنا هزار عبود والمخرج فادي لكل زملائنا اللي تحملوا اليوم حراره الشمس. كل التحية لكم.
شكرا لك يا نيرمين. اكيد نحن دائما بينات بعضنا احيانا مخربط من الاسماء قد ما في تقالب، بنشوف بعض اكثر ما بنشوف اهالينا بالبيت. كل الشكر لكم مشاهدي الاخباريه السوريه، شكرا لطيب المتابعه. بدنا نشكر اداره مطعم بلقيس اللي استضفنا طيله ايام عيد الاضحى المبارك في مشروع دمر سوق الشام، كل الشكر له وعلى استضافته على الاطلاله الحلوه مع الهوايات اليوم. أكيد بدنا نتشكر كادر الإخبارية السورية خلف الكاميرات اللي تحملوا حرارة الشمس، ما في عندهم شماسية مثلنا، كل الشكر لهم. وأيضا للمخرج والإخراج والإعداد كل الشكر. نلقاكم، باي 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 باي.